السلام عليكم، وياكم رشا من مطبخ رشا. نبدأ بذكر الرحمن مع فيديو من فيديوهاتنا الحلوة، ورجعت لكم ويا يوم جديد وفطور جديد، يا رب إن شاء الله يعجبكم. اليوم بناء على طلبكم، احدى المتابعات طلبت بالتعليقات انه اسوي الدجاج المحشي، فحبيت اسويها لكم بدل ما تكون بالخضروات. دائما احنا نسوي الشوي، حبيت المرة اسوي محشي. هنا بالبداية عندي لازم اسوي البرياني اللي احشي بيه الدجاجة، فعندي قدر واضيف شوية بيزيت واضيف الشعرية، انطيها حمسة خفيفة، بعدها اضيف البهارات الصحيحة. اي بهارات عندكم موجودة بالبيت تقدرون تضيفوها، هيل، قرنفل، كبابة، دارسين، ورق غار، نوم بصرة، اي شيء انتم موجود عندكم ضيفوه، فلفل ابيض، هذه كلها تنطيها نكهة طيبة، خاصة الكبابة تنطي طعم جدا طيب للبرياني. انطيتهم حمسة خفيفة، وهذا كله الحكي على نار متوسطة حتى لا تحترق البهارات، وبالاخير تنطيني طعم عكس ما اني اريده. بعدين حضيف البهارات المطحونة، عندي ملعقة أكل من البرياني، وكذلك بابريكا، وعندي فلفل أسود. اللي يحب يكون البرياني بلون شوية صفار تقدرون تضيفون كركم، بس أنا أشوف أنه ما يحتاج، يعني برياني وكافي، يطلع لونه هيك على بني كلش حلو. بعدها أبدي أضيف التمن. هنا أنا غاسلته ومنقعته تقريبا مدة نص ساعة أو ربع ساعة على حسب التمن اللي أنتوا تستخدموه، لأن كل عائلة تستخدم نوعية مختلفة. بعدها أضيف المي وأكيد أملحه، أنتظره لحد ما ينشف، أقلل النار وخلص، لأنه وقت الفطور بعد وقت طويل، فأني ما أسوي البرياني من وقت وبعدين من أقدمه لهم يطلع بار. فشنو سويت أني؟ بعد ما ينشف أطفي النار، وأخذت على جهة شوية من البرياني بماعون اللي أحش بيه الدجاج. بعد ما وصل لهالمرحلة حاخذ الجزء اللي قلت لكم عليه من البرياني، واكيد الدجاجه انا متبلتها قبل بوقت. هنا تقريبا الساعه 12 الظهر نزلت، ضفت نص غلاسه من الخل الابيض، وضفت بابريكا وفلفل، واذا تحبون عندكم بهارات يعني مالت شوي وهذه السوالف تضيفوها، وورق غار وبصل، وعدي نص ليمونه ضفت العصير مالتها، والقشره مالت الليمونه هم ضفتها لان تعطيها نكهه طيبه. واكيد الباقي من هذا المي او التتبيله اللي تبلت بها الدجاج، هذا كله مي اضيفه عليها لحد ما تتغطى الدجاجه، وضفت ثقل عليها حتى تتبل كلها، وثقبتها همين لا تنسون. واكيد الملح ضفت هنا ملعقتين اكل للدجاجه على مود تنطيها ملوحه طيبه. وانا هنا الدجاجه مالتي مثل ما تشوفون حجمها يعني مقارب على الكبير تكون، فتحتاج شويه كميه ملح. هذا التمن اللي عزلته على جهة حبدي أحشي به الدجاجة بهالشكل، وأكيد أني عندي أعواد أسنان هي اللي حقفل بيها الدجاجة. الفرن أنا هنا شغلته على درجة 240 درجة مئوية، أكيد عندي تبس الفرن اللي دائما أشوي به، حضيف الدجاجة بدون لزيت ولا أي شيء ثاني، وأدخلها لمدة 45 دقيقة، بعدها أطلعها وأضيف الخضروات. هذه الخضروات اللي حضيفها بعدين هذه حسب الرغبة، تحبون تضيفوها انتو يعني شي راجع لكم، او ما تحبوها هم شي راجع لكم. احنا بيتنا او اهلي نحب دائما خضروات تكون ويا الدجاجة. الخضروات هي عدي بوتيتة وبصل وفلفل اخضر، طماطة وليمون، حقطعهم يعني بشكل عشوائي واضيفهم داخل الكاسة، وبعدين اتبلهم بشوية زيت وشوية ملح وبابريكا وفلفل وشوية بهارات قدر، وانطيهم خلطة خفيفة، وبعد 45 دقيقة من الدجاجة اطلعها من الفرن واضيف الخضروات وارجعها للفرن بدون لا اغطي بسيليفون الدجاجة ولا هم يحزنون، مجرد ادخلها للفرن وخلاص، وبدون لكيس حراري او كيس فرن ولا شيء ثاني. هنا هخليكم شوية تكملون الفيديو بعد ما طلعنا الدجاجة وضفنا الخضروات وياها، وحتى نرجع لكم سوى الطبق الحلو.
ورجعت لكم حتى نبدأ نسوي الطبق الحلو. وأكيد طبق الحلو أهم، هذا طلب من واحدة من المتابعات، طلبت أنه أسوي محلبي بالكاكاو. هالمرة راح أسوي لكم إياه بطريقة جدا حلوة، نفس المحلبي العادي بالضبط. قلاص مي ويا ملعقتين أكل من الحليب الباودر وملعقة أكل نشا، وكذلك نص ملعقة من الكاكاو الباودر، والسكر ملعقتين، وهذا أكيد يرجع حسب الرغبة. هنا حسب أنتوا شقد الكمية مالتكم، أنا هنا ضفت تقريبا 4 قلاصات، فضفت المواد اللي أنا أحتاجها أو المكونات والمقادير اللي أنا أحتاجها. أكيد إذا تحبون يكون لون أغمق المحلبي اللي يكون بالكاكاو، ضيفوا كمية كاكاو باودر أكثر، لكن خلوا ببالكم أنه تضيفون شوية سكر أكثر لأنه تصير مرارة بي. وكذلك إذا عندكم هنا فانيلا بهالمرحلة تقدرون تضيفوها، أنا هنا ما كان عندي فانيلا، ونضيفها على النار لحد ما توصل للسخن اللي أنتوا تردوه أو الثقل اللي أنتوا تردوه، وأكيد حقدمه بهالكؤوس التقديم اللي عندي وأزينه بشوية فستق حلبي جدا طيب بالضبط، يشبه طعم الدانيات اللي يتقدم للأطفال اللي دائما يكون بالكاكاو أو بالموز أو فانيلا. وهذا جهز عندي أدخله الثلاجة أو بالمطبخ لحد ما يأخذ البرودة الكافية ويتقدم. حبدأ أسوي وياكم طبق المقبلات. عندي بوتيتا سلق قطعتها بشكل مكعبات وضفتها على الطباخ لحد ما تنطبخ. وهنا عندي لبن اللي هو الروبا 2 كاسات، وضفت عليهم شوية ملح وهذا شوية خردل، وأكيد إذا حابين تضيفون ثوم وياها يطلع طعم جدا طيب، وضفت شوية مايونيز وخردل. حابي أخلطهم بهالشكل، وأكيد البوتيتا عندي جهزت، وعندي معلبة بازاليا ومعلبة باقلة أو الفول أضيفها وياها وتنخلط بشكل جيد وتتقدم، وهذه المقبلات مالتنا. بعد ما جهزت هذه المقبلات حلو أنه تنضاف بالثلاجة حتى شوية تثقل، يطلع طعمها جدا جدا طيب. طبعا هنا رادوا الى جانب البريان، انا مسوي كلش قليل تمن احمر، حضيف شويه زيت شويه بصل مفروم ناعم وفلفل اخضر، وادبلهم شويه ملح، وكذلك شويه طماطه ومعجون، اي بهارات تحبون ضيفوها ضيفوها، وشويه فلفل وبابريكا، واكيد التمن انا غسلته ومنقعته واضيفه، واضيف المي اكيد وبعدها اخليه يتهدر. جهزت أطباقنا، راح أرتبها وياكم مثل ما تشوفون بالمائدة بالشكل النهائي، وطبعا هذا بعد ما يتهدر أبقي تقريبا 25 دقيقة، راح تشوفون شلون نرتبها، وأكيد ننتظر وقت الفطور. أتمنى اللي وصل لهنا ما تقصرون وياي باللايك، واللي زايرني أول مرة لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. وبالأخير أحب أقول لكم صيام مقبول وذنب مغفور، ومع ألف سلامة.